لك يا بخت من بكاني وبكاء. اوبا الف سلامه. الف سلامه عليك. ده عين عين وصبتك. خلي بالك لا 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 مش ممكن، انت مش متخيل. سلام. فاكر لما وقعت لما كنت انت عندنا في البيت؟ لما وقعت برضو وانا نازله نفس الوقت. ليه بقى؟ لان رجلي بتقف مره واحده، يعني هي انا ببقى ماشيه كويس عادي، هي بقى بيجي لي مثلا اللي هو الكرامب ده، صح؟ بيجي لي بقى في الحته دي على طول. مش قادره اتكلم. البتاع اللي انت عملتها لي كانت ايه؟ الحركه اللي انت قلت لي اعملها دي بتاعت اللي هي ما انت عملت حاجه جبت لها قلت لها حاجه تعملها. لا انت شدت لي قوي مشط رجلي كده. دي كانت عملت يعني اسمها ايه؟ طيب لو رحت مثلا لحد بتاع علاج طبيعي يا ستي العلاج طبيعي مستر مش قادره والله، عايزه اخلص الحلقه قولي بسرعه. اختك اللي متجوزه في اسكندريه، انت مالكيش علاقه باسكندريه. مش كده الحركه دي بقى اعملها زي دلوقتي؟ خليها اعملها لي. لا ما احنا قدام الناس مش هينفع. لا عادي. لا مش هينفع مش هينفع. لا 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 انا ما عملتش حاجه يا بنتي، ده هي بس قلت لها تعمل كده. لا ال- انت دوست جامد على صوابعي. عملت ايه بقى؟ لان هو ده اللي فك لي كل الحته دي مره واحده. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا ممكن اخلي حد يعملها لي بعد الحلقه بس. لا هو قولي انت عملتها ازاي. الحلقه موجوده. شاور لي طب كده على رجلك عشان حتى يعني الناس تشوف الحركه دي بتروق بدايه القدم هنا. لا اكيد في البرامج الثانيه بتاعه علاج طبيعي الحاجات دي بس انا عايزه لما انت ايوه كده وشديت بقى جامد بتشد بقى كده سنه بتبقى كويسه بقى معاك. بس اكيد انا طبعا مش عارف اعملها لنفسي، يعني زي ما انت عملتها لي خلي حد يعملها لي. اوكي تمام كده. دي بتريح بتريح جدا. طب عندك مشكله بس انهي الحلقه تعملها لي معلش عشان انا عندي حلقه ثانيه مش على الهوا. احسن على الهوا عشان الناس تشوف. يا ستي على الهوا ايه؟ على الهوا احنا اصلا فاصل دلوقتي انا منزلها. لا ما انا بقول لك خليها الحلقه دي مضطره لها اعلانات بسببك والله. يا لهوي يعني بجد مش عايزه اقول لك انت قد ايه بوظت الدنيا. معلش بص حتى الدنيا عامله ازاي، تحس ان العضله نفسها يعني قفشه كده. ايوه فاعمل شده الصوابع دي واعمل تدليك بسيط للكعب. تدليك بسيط وبتبعد في خلال اقل من خمس دقائق. انا عندي اقل من خمس دقائق. ما تهدى بقى وانت وهي ولا ايه؟ ما كملوا مع بعض البرنامج ده علاج طبيعي. علم ده علم. طب عندك سبري اجي لك؟ طيب هو انت خدت الكورس ده فين يا مستر؟ في فتره كده كنت مهتم انا بالمساج وكده. كذاب يا بنتي. فاكره يا شيخه كذاب انت تعرفي عنه حاجه؟ تعرفي عنه حاجه؟ لا ما اعرفش. انت تعرفي عنه كميه كتب؟ انت والله إيه؟ العظيم ده انا ببقى مبسوطه جدا بيبقى عندنا. يعني باخد منه كميه معلومات بتفيدني انا في شغلي اصلا. هو بيجي عندكم امتى بقى عشان انا يعني المعلومات ديت يعني جبت سبراي؟ طيب مستر معلش انا مؤقتا هرش سبراي لحد بعد الحلقه وتشدي لي قوي الحركه بتاعت الشناوي. بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك شيلها ولا خلي مستر وائل يشيلها؟ ايوه دي ما انا بقول لها كده والله المستر يشيلها احسن. مش تقيله. عيب الكلام ده. ما ايه يا لهوي. على فكره لو انا عايز اعرف انت بتروح امتى؟ امتى انا يعني بشوف ما قلتليش ان انا بروح عندهم ده ولا بدي بره يعني وبتيجي انت بتقول لي بروح بروف مش عارفه بروح مش عارفه ايه. ماشي وبدي دروس مش بدي دروس. ايوه بتدي دروس امتى؟ بتبقى جاي متاخر كده كنت بتدي الدروس فين؟ صح يعني انا ساعات بخلص الدرس واحاول بقى على امي. صح لما بتقولي ده انا كنت محاود على امي. هو بيبقى هناك؟ مين الدرس بيبقى هناك عندها؟ صح عند مين؟ اما بتقولي عندهم. ماشي اوكي. لا هو بصي ما بتقولي عند امي وانا جيت متاخر صح؟ لا بكون رحت الدرس وخلصت وحاولت على امي. ليه ده بتقولك انت بتخرج من عندنا متاخر يا مستر وائل وبتقولش؟ ما بتصدقش الكلام ده يعني بتقول. يعني هي تكذب ليه؟ ايه اللي خلاها تكذب يعني؟ ايه اللي خلاها تكذب؟ لا انا هي بتقول لك انت بتخرج من عندي متاخر ولا بتقول عندي متجوز ولا عندي عيال ولا اي حاجه؟ ليه؟ لا بصي بصيت هي بتكون مثلا ايه ممكن تكون بتبالغ يعني زي ما اقول لك ايه مثلا ايه غلط يعني ايه اللي خلاها تبالغ يعني ايه هتستفاد ايه ما تبالغ يعني ممكن حد يقول لك انا بقى يعني اختك مثلا تقول لك انا بقى لي ساعه مستنياك
وهي بقى لها مثلا هي بتقول لك كل مره تخرج من عندنا متاخر. ايه اللي خلاها بالي؟ ايه اللي خلاها بالي؟ في ايه ان شاء الله؟ طب ثواني وانا هجيب. ايه يعني عشان ايه؟ والله ما تعالى. هل هاتوا؟ لا قال لي هات. خليك انت بقى هنا وانا جاي. طب ما هنشوف في ايه؟ خليك يا استاذ خليك انا هاجي على طول. ماشي هنشوف في ايه؟ مش هينفع ايه ده في ايه؟ ما هو خد الاستاذ مش هينفع ايه؟ اشمعنى ايه؟ هو في ايه بقى؟ حضرتك تفضلي بس يس هتعمل له بس هيعمل لها طب ماشي ما انا هبقى موجود قاعد يعني انا يعني ايه الاستاذة منعة كده؟ ازاي يعني؟ هتعمل لي ضرب لا عادي مش هينفع لا مش هينفع لا هينفع مش هينفع والله هقفل الباب ازاي مش هينفع يعني؟ هم قالوا لي هاتوا هم قالوا لي طب ماشي ايه يعني وانا يعني واحده راجل واقف يعني معاها عادي امال ايه يعني يعني هو يبقى واقف بيعمل لها وانا باينة يا استاذ شادي مش هينفع مش طب ماشي افتح ممكن لو سمحت هم قافلين بس من طب ماشي افتح يا استاذ شادي عايزين حد يفتح الباب الاستاذ عايزه تروح لل افتح لو سمحت الباب افتح الباب لو سمحت طب ماشي يا بابا افتح الباب الثاني مقفول طب افتح الباب يا اساتذه يا اساتذه حد يفتح الباب اللي بره مش هينفع افتح بعد اذنك مش هنديك ايه اللي ماشي نرجع وانا هجيب ماشي ماشي انا هاجي اوعى بقى بعد اذنك افتح الباب مش هينفع ازاي مش هينفع بره في كنترول يا طب ممكن تيجي طيب اخشي وانا هجيب هو دقيقه واحده بس يا بابا طب يلا طب يلا طب ماشي يلا ماشي ابعت يا استاذ شادي ها خلاص هو جاي اوعى يلا خدها عشان نخش يلا يلا خش اتفضلي يا استاذه طب استاذ شادي يا عم افتح الباب ده ما هيتفتح بس الباب انا اعرف افتح الباب التاني انا اعرف افتح هنعمل صوت هنعمل صوت في الكنترول ما ينفعش يعني هي دي السماعه مثلا يعني انا اشيل المايك مش دي مش دي مش دي مش دي طب تعالي نخش نقعد نعم ماشي هو هيجيبه هو هيجيبه هو داخل هات يا مؤمن يلا يا مؤمن اخلص يلا يا استاذ يلا يا استاذه والله هنجيب يلا يا استاذه والله هنجيبه طب ماشي خليك انا اهو واقفه اهو خليك هو بيفك رجليها بس يا استاذه بيفك رجليها ايه يا بابا افتح الباب ده اهو اهو الاستاذه اخوك الاستاذه فكت رجليها فكت رجليها لا يا شيخه امال ايه ما في ناس اكيد في الاستوديو غير يعني في ناس يعني عملوا الكلام ده ايه 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 القرف اللي انت فيه انت وين عشان الاستاذه جايه ها يلا هي كويسه دلوقتي ولا استاذ بقى كويسه يلا كويسه اللي هو الدكتور بتاعها ولا ايه لا يلا اعملها رجلها الف سلامه عليك وعلى رجليها وعلى رجليه اتفضل اقعد هنا اتفضل يا استاذه اهدي بقى اهدي بقى خلينا نخلص اليوم ده على خير لما نروح انا هفهمك موسي انت كام داون ما تستظرف واهدى نفس خدي نفس بس ماشي ريح خدي نفس عميق وطلعي واحده واحده تبقى زي الفل زيك كده مش انت زي الفل انا وبقى احنا الاثنين زي الفل انا غلطان انا غلطان هو خير انت تعمل شر انت مش عملت الخير طبعا تلاقي هنا الشر بقول لك على حاجه بص خليك تقوم تعمل انا انت تسلم ايدك يا مستر ايه يا تسلم ايدك والله الله يخليك تسلم ايدك بجد والله العظيم فعلا 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 تسلم ما كنتش اعرف اكمل فعلا ما كنتش ايده مبروكه بجد والله العظيم الله اكبر عليك ربنا يحميه انا فيا شيء لله يعني بص بقى لما تيجي الحصه الجايه علمهاني عشان لو انت مش موجود وحصل لي ده كده ابقى قايل لحد اوكي تمام ليه ما وقت متعزيه تصلي عليه وهو يجي لك عمليات يا ستي راجل عنده شغل هفضل جايباه رايح جاي يعني عادي طالما بتروقي يا ستي يعني كان حبيبك عسل يعني ده كفايه ان هو شايل البيت وشايل يعني وشايل ذاكرتها والله العظيم وشايل امها ربنا يخليه والله والله ربنا يديك شوفي اول ما نجري وجعتك ازاي انت عارفه انا كنت عارفه اكمل الحلقه اللي بعدها والله مش عارفه انا غيري كنت عملت ايه وهذا حاجه حمد ربنا انت جايباه في الحلقه دي ده ربنا بيحبني شفتي ده من حظي والله
انت عشان طيبه بس و... الله يخليك والله العظيم قلبك نقي كده و... الله يخليك والله العظيم مش عارفه اقول لك ايه. فله فله من جوه كلامك الحلو ده بجد تاج على راسي. ما هو بيقول لك احسنوا النوايا لان عليها ترزقون. هي الله يخليك والله الله يخليك. لا احرجتني بجد مش عارفه اللهوي. اكيد يعني هي مش هتبقى مذيعه كده غير لما تكون كويسه يعني طموح وكذا وقلبها كويس وكده تعمل حاجه كويسه حنين.